اقسم بالله ساعة ونص بدور عليه، ساعة ونص. السبب ان انا عايز البتاع ده، الا وهو اولا ده الاكسدام بتاعي من ورا، وده شكل الشكمان المربع ده، والمفروض ان انا حاجتين عايز اغيرهم. اولا الاكسدام نفسه من ورا، او الديفيوزر بتاع الاكسدام من ورا المفروض اللي هو الاسود ده، تمام؟ كل ده هيتغير، بس انا مش عارف، بس اوريه لكم عشان العربيه اللي جنب دي. في الاكسدام اللي ورا عايز اغير الديفيوزر اللي ورا المفروض اللي هو ده، والديفيوزر دوت انا اوريدي اشتريته خلاص، يعني هو موجود عندي. رقم 2، الديفيوزر دوت علشان اغيره مش هيركب على فتحه الشكمان اللي هي المربعه دي، فلازم اغير الفتحه ديت واركب اللي هما ماسورتين يمين ماسورتين شمال، يبقى 4 مواسير زي العربيه الام. وانا اصلا من ساعه ما جبت العربيه وانا عايز اغيرهم، سواء جبت ديفيوزر او ما جبتش، كده كده انا عايز اغيرهم، يبقى ال4 فتحات دول بالظبط ده شكلهم في الصوره هنا كده. بس الفكره ان انت ما ينفعش تجيب اي 4 تيبس او اند راس الشكمان، يعني ما ينفعش تدخل تجيب اي 4 كربون وخلاص، لازم تجيبهم بمقاسات معينه. المقاسات بتكون المقاس اللي جوه اللي هيركب على الشكمان الاصلي، وفي نفس الوقت الفتحه الخارجيه برضو ما تكونش واسعه قوي، مبالغ فيها علشان الشرطه ما توقفنيش يعني، وفي نفس الوقت ما تكونش صغيره قوي تحس انها عربيه بيبي يعني. فعلشان كده انا محتاج ده. اكتشفت حاجه رخمه قوي في العربيه، ان الغطا ده اللي هو ده كده، الغطا دوت داخل جوه ولكن ملحوم من فوق، يعني في حداد يعني ملحوم واخد لحام من فوق كده بالظبط. ايه من الناحيه اللي فوق هنا كده، من تحت لا، هنا تقريبا مفيش لحام ولكن اللحام من جوه هنا من فوق. المشكله رقم 1 ان انا مهما اخد مقاس البتاع دوت، اولا مش عارف اخد المقاس لان عايز اخرج ديت علشان اخد مقاس المواسير دي بس من جوه، فمش عارف اخد المقاس. حتى لما اشتري الاتنين شكمان او الراس بتاعت الشكمان اللي هتركب هنا مش هعرف اخلع دي لانها ملحومه، فهضطر طبعا ان انا لازم اشتري الحاجه الاول، وبعد كده اروح عند ميكانيكي او حداد او اي حد يعني عنده مكنه فك لحام او بتاع، وتقريبا هيقطعها، يعني مش هينفع تتقطع غير لما اشتري الاثنين التانيين علشان ايه ما ملبسش في الحيط يعني. اعتقد لازم اطلبهم من الاول، ولكن انا محتاج اخد مقاسهم. فدي معلومه بسيطه ليكم يعني، لما تيجي تاخد مقاس الشكمان او عايز تعرف مقاس الشكمان كيبه ايه، علشان لما تركبهم يركبوا على بعض كده بتقيس كده، ما بتقيسش طبعا حوالين الشكمان انما بتقيس القطر بتاع الشكمان، فبيطلع لك مثلا ده كده مثلا 64 65 مللي. هي الفكره بقى ان انا مش عارف ادخل جوه الشكمان علشان اقيس، فانا هعمل كالاتي. طالع معايا بالظبط 5.5 سنتيمتر، يعني تقريبا 55 مللي، يعني اقدر اقول قطر الشكمان بيبدا من 60، لان اصغر حاجه موجوده يعني اونلاين هتيجي تشتري بيبقى 60، فمفيش 55 على ما اعتقد يعني. لو طلعت يعني كده كده صغيره جدا يعني، بتيجي حاجه زي دي تقفل عليها. الحاجه الثانيه بقى والرائعه اللي حصلت في العربيه، فاكرين السبويلر اللي انا ركبته في الموتور من تحت وعملت عليه فيديو وحوار وطلع عيني اللي جابوني فيه؟ المفروض ان هو مكانه هنا. السبويلر طار، طار وانا ماشي على الطريق، مشيت بيها 248، السبويلر طار علشان صيني، المفروض ان هو كان تحت دول كده ماشي من هنا كده لحد هناك، ما بقاش غير الاثنين دول. انما العربيه ما زالت شكلها اجريسيف لسه، ولكن لا يعني لو مش واخدين فكره دي حته من الفيديو علشان تشوفوا شكل السبويلر كان عامل ازاي. وده المنظر دلوقتي. الله يسامحك يا سبويلر يا صيني يا معفن. اسكت على كده؟ لا طبعا، انا اشتريت سبويلر تاني هيركب من تحت، السبويلر او الديفيوزر اللي هيركب يعني من قدام من تحت. انا اول ما جه فتحته، الكلام ده مثلا بقاله فتره يعني بقاله شهر او حاجه، فده فيديو صورته اول ما الباكيت جت. ليه طبعا اللي متابع عارف ان انا ايه، السبليتر او السبويلر بيركب تحت العربيه من قدام اتكسر، عشان طبعا كان ضربه كده. فده الجديد اللي هيركب مكانه. البتاع شكله جامد، شكله جامد بجد يعني. ده شكل تاني خالص غير اللي انا مركبه. ده جاي بحواف من هنا كده، يعني في زي حافه كده، بعدين طالع زي اجريسيف لقدام، بعدين جاي كده، فده
منظره. اللي في العربية تحت هو قطعة واحدة مدورة. يعني تعالى ما اعتقد لما يركب هيبقى اجريسيف شوية، يبقى شكله عنيف كده شوية. وشركة محترمة طبعا دوت الـ ABE اسمه Allgemeine Betriebserlaubnis، معناها ان ده Eintragungsfrei، يعني مش لازم اسجله في الرخصة. لما الضابط يوقفني ولا حاجة اوريله بس الاوراق دي كلها، هو بعد يقلب فيها، معناها انه قانوني يعني. كمان بعتين شنطة مسامير تقيلة يعني. شركة محترمة، ده اسم الشركة. وتقريبا في مشكله في العربيه، الظاهر بتنقط زيت من تحت او بتسرب زيت. ف كده كده العربيه انا حاسس يعني ما بتدورش كويس. كل مره باجي ادور العربيه كل 10 مرات مره او مرتين منهم مثلا ما تدورش. في حاجه في الحساسات بتاعه البنزين يعني، انا ما طبيعي في حاجه زي كده، لازم اوديها بي ام يعملوا تشيك كامل عليها علشان اعرف اللي بايظ، وبعد كده اروح اصلحه عند حماية. مفيش اي اكل في البيت، وانا ما فطرتش غير شويه بلح شويه كاجو، والساعه دلوقتي 11 بالليل، فما فيش للاسف اي حاجه فاتحه غير ماكدونالدز. النهارده كان فيديو خفيف، اشوفكم في الفيديو الجاي. We